في كازاخستان يعود الهدوء إلى الشارع بعد الاضطرابات الأخيرة، هدوء لحقته تطمينات من رئيس كازاخستان والرئيس الروسي أيضا فلاديمير بوتين بشأن انسحاب القوات الروسية والحليفة لها بعد إتمام مهامها. وفي نقطة إتمام المهام يؤكد الرئيس الكازاخي أن مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنتهي قريبا. ما الذي يضمن حسم الفوضى في البلاد؟ ومن وراء التوترات الأخيرة؟ من موريال أستاذة مساعدة في العلوم السياسية بجامعة نازاربايف في كازاخستان الدكتورة إيلان تيبو معنا الليلة. دكتور إيلان أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. الاضطرابات اللي استمرت لحوالي أسبوع انتهت، بدأت الحياة كما تابعنا في أخبار هذا اليوم تعود إلى طبيعتها في البلاد، لكن نقرأ معك الليلة هذه الأحداث ونتساءل السؤال الأكبر، من هي الجهات التي وقفت وراء هذا المخطط؟ من الصعب أن يكون لنا حصول على معلومات من كازاخستان لأن هناك محدودية للوصول إلى الإنترنت، والإنترنت متاح فقط ساعة أو ساعتين. اليوم كان الوضع أحسن، لذلك هذا يفهم، وبالتالي يصعب أن نعرف ما يحدث ميدانيا. الاحتجاجات والمظاهرات بدأت في 2 يناير في مدن غربية في كازاخستان، وهي معروفة باحتجاجات كانت بسبب النفط، وفي هذه المنطقة وخصوصا في جنوزان وكذلك كانت سلمية الاحتجاجات هناك، لكن هذه الاحتجاجات كانت في البداية عن زيادة الغاز المسال، زيادة السعر، والناس يستخدمونه بشكل كبير كوقود، وهذا انتشر كالنار في الهشيم في المدن الأخرى وأيضا مدن كثيفة السكان، وبالتالي اندلعت الاحتجاجات في كثير من المدن، وبعد ذلك تحولت الاحتجاجات إلى عنيفة في العاصمة السابقة لكازاخستان ألماتي. وكانت هناك مع ذلك احتجاجات سلمية في البداية، لكن سرعان ما اختطفت هذه الاحتجاجات بجماعات مجهولة ومن أفراد تعتبرهم الحكومة إرهابيين. والآن لدينا أدلة قليلة بأنهم إرهابيون أجانب، لكنهم حتما أشخاص عنيفون وانضموا إلى الحشود السلمية وحولوا الاحتجاجات إلى عنيفة. وكان هناك مباني هجمت ومحرقات، وبعض المتاجر دمرت وسلبت، وكان هناك عمليات سرقة وعنف حقيقي. حتى روسيا، اعذريني على المقاطعة، حتى روسيا تحدثت بطبيعة الحال عن وجود مخططات خارجية وإرهاب عالمي كان هدفه التخريب بحسب ما ذكرت موسكو. لكن نتساءل معك، ما أبعاد هذه المخططات في كازاخستان بالذات، وأيضا ما الذي يضمن ألا تتكرر من جديد؟ كما قلت قبل قليل، هناك أدلة قليلة إلى الآن حول وجود عناصر خارجية أجنبية. الحكومة لم تقدم إلى الآن أي دلائل دامغة، وأيضا في بعض الأحيان يصعب أن نحمي السكان في كل الاحتجاجات. في كازاخستان حدثت أشياء كثيرة، وفي الواقع الحكومة كانت قد أشارت إلى أنها ستستعين بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وروسيا هي القائدة الفعلية الحقيقية وأكثر تأثيرا في هذه المنظمة، وبالتالي فهي طالبت من هذه المنظمة أن تساعد في إعادة إرساء الاستقرار. إذن جاءت مجموعات روسية وأيضا من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وتاجكستان للمساعدة على بسط الاستقرار، وبالتالي تم إرجاع الأمور إلى نصابها وتم تقليل العنف في ألماتي. وأيضا
العاصمة لم نرى فيها أي احتجاجات مهمة. روسيا قالت إنها ستسحب جنودها قريبا بعد بسط الاستقرار، لكن المهمة كانت منحصرة في إرجاع الاستقرار وبعد ذلك الانسحاب. لماذا تثير إمكانية بقاء القوات الروسية كل هذه المخاوف؟ مع العلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دكتور إيلان أشار بوضوح إلى أن هذه القوات التي أرسلت ستغادر فور انتهاء مهمتها. هناك ملاحظون عديدون يعتبرون أن ما يحدث في كازاخستان قد يكون سيناريوهاً مكرراً لما حدث في أوكرانيا، لكن هذا غير وارد لأن العلاقات بين كازاخستان وروسيا مختلفة تماماً عما عليه الحال دبلوماسياً بين أوكرانيا وروسيا، ولذلك علينا أن نستحضر هذا الاختلاف ولا ننسى أن كازاخستان هي التي طلبت من روسيا أن تتدخل عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي. كذلك روسيا تلعب مسبقا دورا مهما في المنطقة وخصوصا في المستوى الأمني وكقوة إقليمية أمنيا، ولا تحتاج إلى إثبات أي شيء، وعلى الرغم من أنهم انخرطوا الآن بشكل إيجابي لإعادة الاستقرار وبالتالي إرجاع الأمور إلى نصابها والشرعية إلى عملها في كازاخستان، لكن روسيا تلعب مسبقا دورا مهما، لذلك من غير الوارد أن تبقى القوات الروسية في كازاخستان. ضمان حسم الفوضى بالبلاد مرتبط أيضا أستاذ إيلان بالكثير من الإصلاحات التي تحتاجها البلاد. يعني إذا ما عدنا إلى السبب الرئيسي لاندلاع هذا الصراع أو لوصولنا إلى هذا المشهد، كانت الاحتجاجات كما ذكرت لنا التي حصلت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. ما المطلوب حقيقة أيضا في الداخل؟ ده سؤال وجيه، وعلي أن أقول أو كان علي أن أقول في البداية إن سعر الوقود أصبح موضوعا باليا، لأن الشعب والمحتجين بدأوا يطالبون بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. كازاخستان غنية بالنفط والغاز، وكذلك لا ننسى أن مستوى العيش في كازاخستان هو أعلى من مستوى العيش في الدول الجارة، ولذلك الناس يشعرون بأنهم محرومون من تلك الثروات التي تتمتع بها بلدهم، ولذلك هذا يحدث بسبب الفساد. الفساد ينتشر بشكل وبائي، وهناك حاجة للإصلاح، وكذلك هناك تفاوتات كبيرة بين الحواضر والقرى. القرى مهمشة والبنية التحتية ليست متطورة وتحتاج الكثير، وأعتقد أن بعض الناس يقارنون أنفسهم في كازاخستان بدول الخليج على سبيل المثال بدبي تحديدا، ويقولون إنه يمكن أن نكون مثل دبي، لكن للأسف الفساد هو الذي يحول دون وصولنا لمستوى دبي. لذلك أعتقد أن الحكومة حاليا تفهم أن هناك حاجة لإصلاحات. لا أعرف إن كانت ستحدث هذه الإصلاحات لأن الوضع صعب، صعب أن يتم معالجة الفساد بشكل جذري، والحكومة حاليا تفهم الاستياء المتعمق في السكان وترجم إلى تلك الاحتجاجات. شكرا. وبالتالي يجب عليها أن تصلح. شكرا جزيلا للأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة نازاربايف في كازاخستان الدكتورة إيلان تيبو، وشاركتنا الليلة من موريال.